قال له سيدي انا جريت، انا جيت للحج 19 مره، هاي المره 19 انا جاي للحج، احج بيت الله الحرام. قال له لو مسويهن 20 حجه لبلغت زياره من زيارات الحسين. اذا هذا منبر الحسين ما يبلينا من الداخل لا فائده بحضورنا، كون يبنينا من الداخل، مو تسمع هاي الكلمات ويبنيك من فوق، يخليك وقت زيارة تجي ويخليك وقت الطبخ تطبخ ويخليك كذا، ولكن تتعارك وتزعل وتغضب مو شكل وتتأذى وانت بخدمة الحسين، فيظهر مو مبني من الداخل. ملتفت؟ مفهوم كلامي؟ فأريدك تكون أنت مبني من الداخل، هذا البناء بناء الداخل هو يا مهم، فكون تنبني من الداخل، وإلا مو عرفت مولانا إيش بس مظهر. من رخصتكم أنا قرأت الإمام الصادق يحكي موضوع، قام واحد من القاعدين قال له والله أنا دارس ومتفخم ومتثقف هواية يا مولاي، بس حجك ما افتهمته. قال له ما افتهمت كلامي؟ قال له نعم. قال له إنما أنت حمار بمسك إنسان. ما فهمت؟ بمسك الجلد مالك مال إنسان بشر، بس أنت من هالقبيل هذا. والتفت؟ حمار بمسك إنسان، وهذه حقيقة. هاي القلوب شوي انتبه لي. يقول لك القلب الإنساني كالقفل الدقيق، لا يستجيب إلا لمفتاحه، ومفتاحه الحقائق الإلهية. القلب الإنساني مثل القفل الأمين، ما يستجيب إلا لمفتاحه، وليس له مفتاح إلا الحقائق الإلهية. والحقائق الإلهية تريد تعرف مصدرها وين؟ عند محمد وآل محمد. وبكل وضوح أقول لك، كل من يتكلم عن أهل البيت بكلام بمعنى عن رسول الله، الكلام عن غيرهم ما يروي، ما يطف العطش ويطف الظمأ، دير بالك. فهاي القلوب أشكال، أكو بعض الناس تشوفه هو إنسان لكن القلب ماله مو قلب إنسان، إنما قلب قرد نعوذ بالله، أو قلب خنزير، أو قلب أسد مفترس، أو قلب ثعلب حيان، أو قلب كذا، يعني مو قلب إنساني واقعي. فالقلب الإنساني الذي يقطر كل ذرة منه لا إله إلا الله محمد رسول الله.